فيديو اليوم راح نفتح مع بعض هذا الستاند ونجربه ونشوف اذا عجيبه ولا لا. يلا خلينا نبدا. طبعا مثل ما انتم شايفين انا شريت هذا الستاند، هذه اسم الشركه، وطبعا هو اساسا حجم الفريم 10 انش. اساسا شريته صراحه عشان اصور فيديوهات يوتيوب حق التطريز، فقلت خلي اجرب اشوف اذا اريح لي او لا. طبعا هم هني بالصورة حاطين وحدة حاطتها على الطاولة يمها وهي قاعدة تخيط وهي قاعدة على الكرسي عادي على القنفة، بس انا طبعا راح اجربه وانا قاعدة على الطاولة. فيلا خلينا نفتحها ويا بعض. طبعا مثل ما انتم شايفين هما عبارة عن 3 اقسام، اللي هما القاعدة والمسكة والفريم نفسه. فمثل ما انتم شايفين شكلها طريقته سهلة، ما يبيلها اي ادوات نجارة. بس خذيت هذا لفيته كذي عليه، وبعدها خلينا نشوف. ترى انا المفروض اقرا التعليمات بس ما اشوف في تعليمات، فقاعدة ألف من نفسي. فمثل ما انتم شايفين هني اكو في فتحة، فاتوقع هذا حق هالفتحة على قولتهم النب. بعدين راح اخذ هذا الجزء هني، اتوقع اكيد مو من هالطرف، هذا بس راح ادخله واثبته حسب الطول اللي انا حابته. شكله طلع البرواز اطول من المتوقع، نشوف ايش كثر اقصر شيء. طبعا الشيء اللي لاحظته انه في هني فتحة، وعلى هذا الاطار نفسه اكو في مكان هني، فاتوقع ان هذا لازم يتثبت عليه. هنجرب فادخله بهالطريقة والف عشان يتثبت. حلو سهل. فهذا هو شكل الستاند مثل ما انتم شايفين، نقدر نحركه بهالاتجاه بس ما نقدر نحركه الامام والخلف، بس فوق وتحت، ما ادري اذا فاهمين علي. حلو ثابت ماسك، والخشب نوعيته حلوه. طبعا الشغله اللي اكتشفتها انه هو وايد طويل اني استخدمه كستاند حق التصوير، وايد وايد طويل، وايد طويل اني استخدمه كستاند للتصوير، الا اذا كانت الطاولة نازلة. بس اذا كانت الطاولة نازلة هو لها حد معين بعدين راح يعور ظهري، فاذا انتم كنتم مفكرين تاخذون هالعدة حق التصوير ما راح ينفع. وهو بسرعة تركب، ما حسيت انه صعب، مع انه ما معاه مانيول ولا شيء، بس حسيت اني عرفت له وبس.